تطور العلاقات بين البلدين عكسته عدد من الزيارات المتبادله ومحطات التعاون الاقتصاديه والاجتماعيه والتي نرصدها في التقرير التالي. على مدار اكثر من عقد كامل شهدت العلاقات بين مصر واستونيا تطورا ملحوظا في ظل رغبه البلدين تحقيق الاستفاده المتبادله من الامكانيات الكبيره لديهما. حيث تحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائيه مع استونيا ودول البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوه مؤثره داخل الاتحاد الاوروبي وفي المقابل ترغب استونيا في الاستفاده من محوريه الدور المصري في تعزيز الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وافريقيا ومن هذا المنطلق حرصت مصر واستونيا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيه فضلا عن تبادل التاييد والتنسيق في المحافل الدوليه وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي اضافه الى التشاور المستمر في القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك كالهجره والامن الدولي ومكافحه الارهاب وهو ما يحمل انعكاسات ايجابيه على الطرفين هذا وتشهد العلاقات بين القاهرة وتالين تطورا في العديد من المجالات منها الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الأستونية في مصر، وفي ظل التطور الكبير في العلاقات بين البلدين، افتتحت استونيا القنصلية الفخرية لها بمدينة الغرطقة، حيث تعد مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية مفضلة لها خارج أوروبا خاصة لمنتجعات البحر الأحمر خلال فصل الشتاء، كما تشارك مصر في معرض تورسيت في أسيتونيا للترويج السياحي وفي مجال التعليم قام وفد من اقدم الجامعات في استونيا وهي تاراتو والتي تعد من افضل 400 جامعه في العالم بزياره مصر، ذلك لبحث سبل التعاون مع افضل الجامعات في مصر، كما تتوافق الرؤى المصريه الاستونيه حول عدد من القضايا الاقليميه والدوليه وعلى راسها القضيه الفلسطينيه، حيث يؤمن البلدان بان السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمات هو التفاوض السياسي والوصول لحل الدولتين وضروره توصيل المسلمين. المساعدات الانسانيه الى الفلسطينيين بطريقه امنه وبدون عوائق وفي الوقت المناسب كما حرص الرئيس الاسيتوني آلار كاريس على زيارة مصر والمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والذي استضافته شرم الشيخ وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ورغبة البلدين في تعزيز تلك العلاقات بالشكل الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين